السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد، أسأل الله أن يوفقك ويسعد قلبك ويشرح صدرك يا رب العالمين. قبل نبدأ الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك يا جماعة الخير. الحلقة الثانية من يوم مع يوتيوبر أو جربت أعيش حياة يوتيوبر. ضيفنا لهذه الحلقة يا جماعة الخير أبو عبير، الله يستر من أبو عبير والصربعة حقته، أو بالعكس حنا الضيوف، حنا اللي بنروح للبيت إن شاء الله. ما ودي أطول عليكم يا جماعة الخير، المقطع الأول جاب أكثر من 30,000 مشترك وأكثر من 1,800,000 مشاهدة، فاشتراككم هذا يخلينا أبو عبير. بسم الله. حزام الأمان يا جماعة أهم شيء. بسم الله. طبعا كلمت أبو عبير قبل ساعتين، يمكن قلت ترى جاي بصور مقطع كذا بصدمته، فإن شاء الله خير. المصور ما ربط حزام الأمان. نشوف جدول أبو عبير وش بيسوي، إن شاء الله ما تمسك معاه شغل. بصور مقطع، ببث بمقطعي، ودي أشوف شو يسوي، كيف يتعامل مع عياله، هل هو شديد مع عياله ولا حبيب، كل هذا راح تعرفونه ان شاء الله. مرحبا. السلام عليكم. هلا. سلام. تخرج ولا كيف الحال؟ والله شوي حايب العز. مرحبا، كيف الحال؟ شلونك؟ طيب أبقاك الله. يا ما شاء الله، يا ما شاء الله، الله يجعل بيت عامر. آمين بوجودك إن شاء الله. قبل القهوة لبسك مايك وبعدين القهوة. أيوة مايك. الحين حياتك، أبعيش حياتك. قلت لهم كيف أبعيش؟ لا ما تكذبك والله. أنا قلت يا رب إنه ما تمسك معاه شغل، يبي بث بيصور مقطع بيسوي كذا، فكنا. اقول يا مرحبا وما شاء الله. يلا حياك الله يكرمك. اقول جاره البيت، انت جيت بالبيت الحين. اي والله خلوا المتابعين، هذا السيت اب المتواضع ما شاء الله. بسوي شيء صالح، قلت صالح ترى ما شاء الله. ما عندي ولا شيء. وهذا المجلس. استريح. طيب استريح، خلينا نسولف ابو عبير. خلي قهوي ولا بعد هذا. اوكي هذا بعد شوي، بعد شوي. ابو عبير اليوم انا جاي اقول الله يحييك، الله يبديك طول عمرك، ابعيش حياتك، ابى اشوف ابو عبير وش بيسوي. هذا الكلام هل يعني بتشوق لنا وش بتسوي ولا يعني؟ لا انا مو بغمسره بشوق، والله ماني مغير ولا تك اللي اسويه دائما. واليوم ايش؟ اليوم جمعه، ترى مليان عندي اكتيفيتيز والله، يعني لازم احلق نوم في يوم الجمعه. لا 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 غير صحيح. لا لا والله لا، وبعدين ارجع اذاكر له صح. يلا ولدي. لا ابو صار الاب بس اسمع، انت بتعيش يومي صح؟ اكيد نعم يومي بدون ما بدون، يعني هم بيشوفوا اليوم صح وانت بتشوف اليوم. نعم بنعيش اليوم نفسه. تم والله تم، ما راح اقول لك شيء انا ابد. اقسم بالله لما قلت زل سيبك الحلاق هذه بتمشي. طيب اقسم بالله نقلع يمكن بعد تقريبا ساعتين ونص رايح على جده. تبغى توقف رك وتسوي يوم جديد؟ رايح مباراه الاهلي وضمك، الجمهور رايح كله بيحضر وبيعذر. اذا بتجي بيكون شيء خرافي. طيب تصدمني تقول لي حياك. اسمع بس اذا بتجي قرر الان، انا اقدر ادبر لك تذكره، ممكن تذكر الطيران اللي حسيت في طيران ثاني يمكن حصل نفس الطياره. اذا تبغى حددنا الان، لازم تحدد الان. والله لا تستمتع، والله العظيم انك لا تستمتع. سلم علي، انا قد جيت معك مباراه الاهلي. أيوة. وقلت لك افضل جمهور بحياتي جبت الاهلي اللي سبب لي قشعريره. حلو لكن ما تصدمني كذا فجاه اروح مع جده. انا حجزت تعرف امس الصباح، انا حددت الصباح قاعد كذا وشفت الجمهور مال الجمهور وقالوا يلا نحضر منافسه. طيب ما جبت معي لبس، ما جبت معي شيء، لازم ارجع اجيب. وانت بعد ساعتين تمشي. ابعطيك شال من عندي ندق. القدوة، القدوة ترى الحين جاهزة، أنا عارف إنك جاي، القدوة جاهزة. أنا مع إني يوم الجمعة دائما إيش نسوي؟ نروح أنا وصالح والعيال فين؟ بس عشان أحلق، حتى أحلق تعرف إيش؟ عشان نكسب الوقت، ما عاد في وقت والله. حتى أنت ليه ما تحلق؟ صير أقول له أيوه تم والله بحلق. والله حلق. بس السفرة ما أدري ترى. شوف صالح يدق. صالح يدق ليش؟ دائما نتغدى سمك بعد صلاة الجمعة. إيه والحين في سمك، ورب الكعبة معاكم. إيه ورب الكعبة معاكم. سمك وسفرني جدا. هاي مصلوح. يلا حيو اليوم يوم مع يوتيوبر انا صالح. يقول والله ما اكل سمك اصلا، مسوي غدا في البيت، مسوي غدا. فاعلن لكم بالعافيه، اقترح خذ لا ايوه تروح تطلب بنفسك. وش ذا طلع كل جمعه يكون سمك؟ روح خذ ناجل مقلي حجمها وسط. ايوه وخذ الجمبري الطاجن اللي هو بالماسترد. يا الله يديم النعمة. بالماسترد خرافي. وفي برضه انت خذ ربع احسن، وخذ الربع الثاني خذه بالبشاميل.
جمبري بالبشاميل اقسم بالله رائد خرافي. انا طبعا تعرفون انتم يا جماعه ما اكل اكل بس اهم شيء الناجل، ناجل مقلي، الناجل المقلي. فعلمنا عشان من جد ادبر تذكره ولا لا، لان اتوقع انه لسه مدير. طيب لازم اجيب غيار، لازم اجيب شيء ما جبت. ايش غيار؟ ايش هو اخر حلاوه والله؟ اخر حلاوه لابس اخضر. طيب. والله لابس اوكي صح اخضر او اخضر صربعتني. طيب لا غيار يلا جاء بكره بتروش بلبس. احنا رجعتي ترى الساعه 12 الليل يعني ما احنا مطولين. والله رجعت 12 الليل حاضر المباراة اليوم؟ اليوم يعني نروح نحضر جدة بعدين نرجع نفس اليوم؟ إيه؟ لا كداد عشان تعرف ليش؟ انت كداد تعرف ليش؟ ليه؟ امس نزلت فيفا اكيد شاف الدنيا مولعت. ايوه امس في البيت حقي 30,000 وبترجع تبث ان شاء الله او البث الحين ايش رايك؟ الحين والله الحين هم اني ارجع من جدة بس انا تم احجز لي انا والله عشان قاعد انتظر كنت يا جماعة كنت ابغى ابث بعد صلاة الجمعة على طول كنت ابث لما تجي بس انتظرت 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 فضيعت لي البث الله يسلحك يعني البث ضيعته بتحط براسي يا ابو عبيد يا جماعه وش ذا هذا بيصربعني بيحط براسي انه انت السبب لا ما لي دخل انا جاي بعيش حياتي اقول والله الله يحييك والله الجمعه ترى مليان وبكلم هذا بدل ما نروح هناك ونزقع مشوار ومن فين هو اظن ربع ساعه 40 بس حلق بطران يجي يحلق لك ويحلق نواف هنا مره واحده يجي هنا نواف مين ولدك صح ايوه صح نواف نواف احلى شيء تعرف ايش بعد كل عشان بعد كل صلاه جمعه لازم يشبط هذا ماكين عشان ايش ماكينة وشو نفس اللي كان يسوي فيه ابوي يسوي في ولدي الحين نواف بتطلع حرة ابوك بولدك مو حرة بس ايش ابوي كان ايش كان يشوهنا يشوهنا تعرف ايه ماكينة اربعة وثلاثة وش ماكينة اربعة الحين انت بتشيل شعر نواف ماكينة ايوه ليش عشان الولد يطلع مو زي العيال الجدد شعري كذا قلت شعري فاهم ايوه خلاص والله ترى نصادي صح يعني الاباء الاباء يعتمد هذه الحركه ترى حلوه ترى اغلب العيال الحين ايش يهتم بشعره ولد بزر كذا مع حاله امه صادق الشعر كذا ويتبتب الشعر اشمط امه المكينه والله تم جدل جدل الاب والابن جدل خلاص تم تم والله الحلاق يجي الحين احضر اهلي عشان ندبر تذكره والله تم قدام لا جل عين تكرم مدينه والله اروح لاهلي اجي خلي جمهور الاهلي جايينكم جايين رايد الحين اسوي انزل تويته انزل تويته عشان لا نزل تويته والله لا اروح معك بس احجز لي عشان ما تروح لحالك وتخليني انا لا اهم شيء الطيران الان يلا تم مصور لازم يجي معنا طيب هو مصور معنا يا عمري والله انك قاعد حلو شربي والله سجل رقم اثباتي وسجل اسمي وسجل دقيقه حط الداخليه اتوقع بس بالعز ارسل لي الاحوال حقتك وهذا يلا يلا الان 107 خلنا انا برسل لك بالجوال اصبر يلا رب نحصل على نفس الرحله يا عيال ان شاء الله بس ما ينفع في وقت بث لو ابو اخلص درافت طرفتين لو هذا ما ادري اقول يا عمري يا ابو العز ضبطنا وقف الكاميرا ايوه رستك الامور الله يسعدك والله حجز من الله يسعدك يا شيخ جدا ان شاء الله نطلع ساعه ونص نوجه المطار انا بغير بغير طيب ايوه لازم ايوه بغير هناك رطوبه بغير نتحرك كثير ايوه بغير ونرتب الليله بس خلينا ندق العيش عشان نكسب الوقت اكلم هذا اقول له خلاص كدنا خلي يجي اتاكد الحج صح بالله اقطع البوردنج تكفى اي والله صوت صوت اقطع البوردنج حتى حقي معاكم تكفى قصه البوردنج عشان ما اتوقع انهم متاخرين احنا تكفى ايوه تكفى يا جماعه والله العظيم اني انا مصدم انا مصدم بعد شوي بكون بعد 1000 كيلو جدا اقول بس والله متعه والله متعه لو مو متعه ما راح اروح المهم هذا المجلس حقي انا ساكن في شقه عشان بسوي حركه صالح شفت صالح كذا عجبني ساكن في شقه حلو مساحتها 130 ما شاء الله كتمه شويه اي صغيره مره عادي حلو بس حلو السته بينا نمشي في المجلس لانه ما في غرف زياده حلو وهناك برضو الصاله مطبخ زي شقه ثلاث قسم بالله انه حلو ورايقه والله شايف انا مسوي الديكورات هذه ترى والله ايوه الديكورات هذه مو من هذا مسوي الديكورات دي والحركات كان ابيض ساده انت اللي سويته كان ابيض ساده واناره مخفيه ومدري فين واشياء والله ما شاء الله يعني بس والله انه شرحه يعني في بياض شيء كذا منفتح والله اي والله اي لازم هذا وهذا السيت اب طبعا يعني ما والله ممتاز امس بثيت شوف تسع ساعات امس جات تسع الليلة. ساعات ابو عبيد تسع ساعات ما شاء الله تسع في بس كان ودي اكملها زي 24 ساعه بس ما قدرت تعرف اللايف امس كم؟ 32,000 ما شاء الله والقهر انه نزل تعرف ايش السبب عشان قاعد نسوي ستور نيوزيلندي وما نيوزيلندي والناس طفشت قعدت يمكن حوالي بربع ساعه قبل نزل الى 27-28 طيب وطلع فتحت باكجات طلع لك شيء والله الحلقه الاولى خرافيه وش طلع ممكن انزلها في ما ودنا نحرق يعني لا عادي 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 لا بدايه لعبه لا جوني لعيبه يعني خرافيين يعتبروا حلو كيمبمبي ويليامز مدري ما ويليامز الامور طيبه انا صراحه اذا تسمح لي اذا تسمح لي نكسب الساعه ذي بعد الغداء طبعا متغدى انا ترى ميت جوع ممتاز حلو دق الغدوه بث وحتى الحلاق موجود يصير انا بث امشي الدرافت حقي اللي بخلصه عشان بقفل المقطع وانا انا نواف ولدك
بجدول علي ذا بجدول علي بس نواف تغبيش ها اي تغبيش نواف ما يطلع ما يطلع ما يطلع جيب نواف جيب نواف الحين تمزح انت والله جيبه الحين جيبه وروح انت البس يلا يلا خلينا جدول على ولد ابو عبير ما راح اخليكم تشوفونه يا جماعه بس يا ولد صحيت من النوم اما نام هلا نواف قل السلام عليكم سلم قل السلام عليكم قل السلام عليكم قل السلام عليكم شوف وجهي شوف وجهي نواف شوف وجهي سلم خمني يا هلا يا هلا يا جماعة ما يحتاج تشوفون وجهه أبو عبير صغير والله أبو عبير صغير قولوا إذا ما أنت مشترك تكفى نواف نواف وإذا ما أنت مشترك ما شاء الله نواف أنت تدرس ما شاء الله عليك مين أحسن أنا ولا أبوك ها أنا ولا بابا علي بابا اسمع بنحلق انا وياك الحين زين جاهز هذا كله بيروح مكينة يلا 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 بروح ناكل بروح ناكل يلا تعال 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 ما شاء الله الله يقول لهم جهزوا الغدا جهزوا الغدا يا ولد جهزوا الغدا اقول لهم الله يحفظه ما شاء الله والله يا جماعه ابو عبير صغير والله والله ابو عبير صغير حتى الشعر والله اني شايل هم انا جاي بصور مقطع يجي كم ساعه وارجع الحين بروح جده بس غصب عني يعني هذا يوم يبي بث بتكي معه بيحلق ولده بحلق معه سافر جده بنحضر مباراه الاهلي بس والله العظيم الاهلي حماس صراحه واحب الاهلي ترى مره شوفوا انا مالي بالكوره لكن اشجع فريقين الهلال والاهلي صدق والله يا ابو عبير ودي انك تلبس البس هي بس ندق الغدا وش على قولهم نجهز الغدا يعني في بث ولا ما في بث ابى اجيب الكرسي واحطينه عشان الحلاق يلا تم عشان نجهز الليله كلها الله يحسن بس أنا متحمس عشان بفتح باكج أحس بطلع لاعب قوي والله أحس حظي حلو طبعاً اليوم جمعة يا جماعة الخير وصلوا على النبي يا جماعة الخير وأكثر الصلاة على النبي وبكرة بينزل لكم المقطع تمزح بكرة بينزل السبت بينزل ما شاء الله أيوة عثمان صوم ما شاء الله ما شاء الله في صمغ تلفون صمغ الحديد إيش هذا هي اللي يروح من يدي نظارة فواز الله يكرمكم دخل دورة مياه وانكسرت أوكي وجايب الصمغ حق الحديد يبي يصلحها لعلي عدمت يديني كلها افرك ليفه افرك عيني يروح اقول شاهب حبق شيء شيء تاريخي اقول الله يكرمك ايش تبغى بير اقول يا مرحبا ويا مسهلا ويا هلا يلا حيهم طيب حط الشاي هنا في شيء جذبني ابو عبير ايش اوكي وش ذا هذا يا حبيبي جاني هذا حصاني لا تكذب علي اي والله والله العظيم جاني هديه طيب متابعين يقولون انك خيال وكذا لك بالخيول لا قليل والله ايوه قليل انا ما انا لي في الهجن عشان عماني وهذا في الهجن حلو سباقات هجن وهجن هجن في الطايب أيوه. وما في الطايب وفي قطر وفي المحلات هذه طيب. لكن هذا جاني الحصان وسبوق ما شاء الله تبارك الله وجاب اول وجا هنا وجا في كاسين جابها في الكاس الثاني ما شاء الله اي أيوه واحد كويت هداني اياه الفرس او الحصان لك وفاز نعم. ويحلف لي يقول لي والله ان فاز وان سبق والله كل شيء لك اقول له والله ما يجيني والله صاروا زي كذا بعض الحين احول لي وارجع احول لي مره ثانيه يعني قلت كفايه الاهداء وطبعا هنا نواف كسر الاذن شويه بس ما ان شاء الله الكويت ما يشوفه يا رب والله ابو عبير صدمتني إيه لا انا الصراحه يعني سباقات الهجن هي اللي انا فيها وباذن الله وعد علي باذن واحد احد ايوه انه يجي يوم انه نطلع فيه الطايف نروح العزبة ونروح هناك ونروح نحضر سباقات شغلك كله بالطايف لا عماني هناك انا عماني انا مالي بس هو اغلبه في الطايف عزبتهم في الطايف كذا طبعا ابو عبير اذا قال انا مالي مالي يعرف انه لا 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 والله لا. العظيم من عنده انا ما والله ما عندي والله والله من عندك هل هذا مين هذا هديه جاني هدية ايه. هدية. يعني عندك لا لا. يخاف والله انه يخاف ما عليك يا ابني على صدرك الناس تدري انه ابو عبير يوتيوبر وفيفا بس ما يدرون بالجانب هذا من عندك خيول وعندك ما هذا هذا اهداء اهداء ممتاز تستاهله والله تستاهل الطيب في مشروع لك قريب ان شاء الله باذن الله يا رب والله العظيم يا رب يا رايد يا رب الله يتمم ان شاء الله والشيء الثاني اللي انا اعرفه بعد انه له علاقه مع الجمهور اللي صح والله صح في مشروع ما ينفع اتكلم احس مشروع مشروع ترى تاريخي اي ما ينفع اتكلم عشان اقسم بالله والله يا رايد انه شيء رهيب يا رب يا رب يا الله يتمم يا الله يتمم الله يتمم ان شاء الله وشيء باذن الله انه الناس كلها حتستمتع فيه باذن الله كذا حيصير حيصير فل ترى تكلمت مره في البث من كثر حماس المفروض ما اتكلم لكن يا رب انه الله يتممها ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله, إن شاء الله يا رب انت ما شاء الله يقول لك في العقل لا لا قال هنا بتكد هلا طيب ابو عبير
حجزتنا وين هناك؟ مع جمهور منصة؟ لا منصة منصة. ممتاز. منصة إن شاء الله عشان نقدر نتفرج. لو روحنا مع الجمهور بس نفسي تعرف شو أسوي؟ مدام إنك جيت، أنت جيت أو ما جيت رابطة. إيه ما جي، أنا ودي بالرابطة. والله. أنا كنت منصة أو آخر مرة حضرت منصة بس كان في طرب هناك، أسمع طرب طرب قوي. بالله لا تتجنن، بس أنا شايل هم نروح هناك وما نقدر نتفرج مباراة أو ما نقدر حتى نصور. يعني فاعل إنه نستمتع. لكن أنا أتوقع أنا دائما ترى أسويها لما نشتهي كذا مدرج، والله أروح بين الشوطين إذا تبغانا بين الشوطين. بس إنه نترطم عشان ما. أيوه. دقاش نمشي نمشي نمشي، بس المصور لازم يكون شوي بعيد، صح؟ لازم يكون شوي بعيد عشان لا يبان انه في تصوير، ونمشي لين ما نطب وسط المدرج. لو شفت هناك الشباب باذن الله خلاص، يعني لو شفت شباب اعرفهم مدري ايش صرنا نتكي و... تعرف هناك حتى ربط تعرفهم؟ كثير اعرفهم مره والله. والله كثير. انا اصلا ما صرت اروح منصه الا يوم كذا عرفت مدري ايش وهذا، حتى لا انا عرفت وصرت اروح رابطه، بس لما صرت اروح وما اقدر اتفرج المباريات ما اقدر اتفرج انه جوا تصوير وكذا، ما اقدر اتصور ما اتفرج، عشان كذا تروح منصه. انا ما احب المنصه ترى، رب الكعبه ما احبها ما احبها ما احبها. ف لو نسوي الحركه دي ونقدر نروح والله تم، خلينا نسويها تكفر. بين الشوطين تلطم نروح وسط الرابطه. لا ايوه عبير والله إيه، اتحداك لازم اسوي لك تحدي هناك انك تاخذ المايك وتشيلها. والله يا عبير لو تسويها وين والله العظيم. والله تم تمين باذن الله ان شاء الله. لا باذن الله اقول والله احلى شيء اني جيت يوم الجمعه. ترى لو ما جيت يوم الجمعه جيت يوم ثاني تبت 9 ساعات هنا. 9 ساعات وحش مدربينه احمد ربك جت حلوه. انا قلت جدول نروح قهوه نتابع مباراه الاهلي نسافر لهم. ايه ترى يعني جمهور الغربيه ترى كذا يعني في تعلق يعني رهيب الصراحه، انه اي مباراه لو وين. ايوه شوف انا ما كنت بروح، بس لانه جمهور الاهلي هي الكل يروح ما ادري فين لوكوتوني، مع ان المباراه مو قويه، مباراه تعبانه ولا والاهلي سيء. يعني لو الاهلي ممتاز ما يحتاج انك تقول احضر وما احضر. لو الاهلي فيه ممتاز وتحس انه ايوه، بس عشان العناصر شربه هم شربه العناصر تقريبا. ايوه الاهلي من اضعف الفرق، الاهلي مستحيل يجيب دوري، بس الناس يقول لك ليش احضر وانا ما حجيب دوري في بعضهم. لكن صارت في اليومين الماضيه يقول لك يا اخي في ناس تستحق انك تحضر عشانها، فاحضر عشانها. في لعيبه مره يعني قاعدين يحرقوا الملعب حرق. فعشان كذا لما شفت الناس كله تبي تحضر مشينا. ولا انا يعني مباراه ترى يعني المفروض انه يعني ما اروح لها نسافر لها. لو انه في الرياض نروح طبعا، اما فيفا موجوده فيفا ترى دحين عز المشاهدات. انا ثاني يوم يعتبر حتى اول حتى لسه ما نزلت ترى، تنزل بعد بكره. اما ايوه هذه في ناس تلعبها ابدر. فلكن ما بسيلك اوه الولد العاشق الانتمائي، لكن والله العظيم انه فاهم كذا يعني. لا والله والله إيه. جمهور الاهلي اقسم بالله قشعريره والله. إيه لا تستمتع ان شاء الله. استمتع مره انا نزلت تريد ولا خلينا نشوف الغدو. تم تم يا مرحبا يلا حيوا الله يبجيك سلم. تفضلوا 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 طول عمرك يا ابو عبير. تعال ثبت الالكام وخلينا ندق العيش. يلا يلا الله حيوا يا مرحبا ما شاء الله الله حي الله حي الله حي جمال القناه واليسر يا ابو عبير. شاب العافيه اقول نورتونا وشرفتونا ما شاء الله. يا ما تفضل ابو العز تفضل خلينا ندق في العيش والحلاق جاي في الطريق. يا جماعه عند الاكل انا ما احب اصور لكم بصراحه. ايوه انا اتحول الى شخص ثاني. ايوه خلاص فلذلك نرجع لكم بعد الغداء. يلا يا ابو العز بسم الله سمو. اقول يا مرحبا ومسهلا ابو مشواح. تكفى انا طالبك العسل مع الطحين مكسو وخش في هذا. لا 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 غير هذا مو فطور هذا غداء. تكفى يا راي احط عسل مع رز. عسل مع رز ومع طحينه مع الدقوس وخش. والله لا تخش في جدر والله. بس احط معها اسمع بالله جرب. تكفى يا ولد شلون تكفى تكفى تكفى. شوف انا طالبك هذا تبغى صدر ولا فخذ؟ اي شيء اصبر. أيوه؟ احط كذا ها؟ اي حط. تكفى عسل مع رز ترى ما اقول اقول والله بس احط معاه قطعه دجاج. اي بتبس. بس لو انه كان على قولهم لحم كان هذا بس طحينه صح؟ طحينه شوي. حط شويه ما حراره مكس كذا. خذ بالله شوف هنا هذا الصدر حط شيل له نصينه. ما نسيت حاجه تمام بسم الله سنة سنة. لك هذا السلطه مع العيش اللي مع العيش خش يا وحش يا رب من يمدح. تكفى يا رايد خش خش استطعم كل شيء. استطعم الخضار مع العيش المقلي مع العسل مع الطحينه مع هذا. تكفى يا رايد رب الكعبه حلو بالله لا تسلم قسما بالله انه لذيذ. هي في الاخير ترى اذواق ترى يقول ما عجبني اقسم بالله انه لذيذ الحمد لله بالعافيه. هي خش بالعسل. اول مره ادري انه في عسل مع رز شلون خش خش. بس لو انه اللحم كان على قولهم يعني بس بخير ونعمه. باقي تقريبا ساعه و20 دقيقه على الاقلاع والمطار يبعد عنا تقريبا 20 دقيقه نص ساعه 25 ما في وقت حلاق كنسل. ابو يوسف حتى لو عندي ابو يوسف ترى الطياره والله بتروح علينا والله اذا من جد من جد تحت ما ادري بس اتوقع ما في وقت يعني لازم نمشي والله.
ما في خلاص ما في وقت والله. اللي معاي هنا يقولوا لي لا تحرجنا، مع انهم كانوا بيحلقوا معايا. خلاص اجيك بكره ان شاء الله انا ونواف. ساعه و18 دقيقه باقي بالضبط. خلاص معليش هلا زعل والله. يلا معليش هي تعوض ان شاء الله. راح اغير ولا اي لا, لا 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 غير يا اخي انت رطب مسوي غير تعال. يلا بجيب لك الشعارات برضه حق الاهلي. انا كان ودي والله احلق يا جماعه شو بدك منتثر فما حتى في وقت والله نحلق صدمنا صربعنا يا ولد نواف يا حظه مبسوط تلقى اي والله ايه ما راح ينجز ارز. طيب جيب نواف بالله ابي جيب نواف بس انا بقرص خدوده هنا نعطيه حبه بابو نقرص خدوده باقي الان ساعه بالضبط وتقلع الطياره اقسم بالله لازم نمشي بدون اي مقدمه. يلا يلا مشينا مشينا عشان بجيب نظارتي ما ادري شيء ثاني نظاره صلبه صلبه ايش في شيء ثاني اذا راحت اين الطياره. لا ان شاء الله بجيب المفتاح راح نخسر بعضنا بابي راح نتضارب بالمقطع هذا بنتضارب والله. بسم الله بس اقول لكم شيء ورب الكعبه اني متحمس الاهلي قسما بالله اني متحمس احب جمهور الاهلي مره عشق يكفي اللون الاهلي اخضر سعوديه فالكونز اهلي كل خلني اقول لك شيء ثاني تحت ابو عبيد دائما اللون الاخضر فخم سعوديه فالكونز الاهلي الشجر الخضار الله الله يا لون الشجر ايوه الكل لك احضر الله يا لون الشجر والكل لك ما الكل طعم شقتك عيل يلا يا رب تروح الرحله الشاكم باذن الله انا جاهز الشاكم خلاص ساعه يعني لازم 20 دقيقه نوصل شيل بسم الله يلا يلا وين ذا كل قزاز متهرب ذي طبعا انا اوسخ موقف في العماره ليه اوسخ موقف اضيق موقف وانا اكبر سياره اقسم بالله اني عاني بس الحين خلاص يعني فاهم ولد مكه يعني ما عاد سريع اي ما شاء الله عليك اقسم شوف 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 شايف يا ساتر ليه شايف القرف بسم الله واو يا الضيق الله لا يحشرني لا اقول شيء الله لا يوريك شيء 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 شي. الله لا يحشرني يا ابو عبيد اقسم بالله يا رايد شيء يسد النفس شيء يسد النفس يعني يعني مهما اتكلم ترى الناس ممكن ما تشوف لكن شوف هذا 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 جنبي هنا تاكل ممكن شيل الجنبيه كامله والله العظيم والله انك صادق شيء اوفر لكن مساله ايش اني الخبره غير الخبره تعودت فاهم يا الله عينك والله لا شوف الخرجه القذره بعد لكن يلا يا رب يا رايد يلا يا رب ان شاء الله يرزقنا بالبيت ايوه هو على القوله من اللي اقدر على القوله توسع فيها يا رجل عيال عشان يلعب وينزل في المواقف هنا يا ساتر لكن ان شاء الله يا رب رجعت قلبي والله العظيم انت بسبب الفله جاتك شوف شوف شايف انت شايف ترى هذا هنا شوف الدنيا كلها محكحكه تحت لكن اقول رب الكعبه لو اني مكانك اني ما وقف تحت لكن صارت خطوتين صارت خطوتين يعني صارت خطوتين انا تعبت وانا معاون وهذا كيف افتح ابن الحبايب لا انت عليك فك الكل لك امر تدل ولا ما تدل ابويا ايوه روح تكفر ازل كذا ويتين وين رمز امر جدا كذا اهل بحر طب جاك الخبر الله ما يعجبك اشرب بحر هواك خلاني اعوف خلاني الله الله هواك خلاني اعوف خلاني يهو اقول يا رب يا كريم ان نروح هناك يفوز الاهلي ان شاء الله اي والله يا رب لو ما فاز كاس ثاني ما قلت لهم الضيف دقيقه اذا ما فاز مصيبه اي والله شين يا راجل بسرعه كلم الكاميرا اقول لهم اجي باقي نص ساعه والله نص ساعه او تقريبا حل نص ساعه الشاحن اخذته انا ها ما ادري عنه اللي اخذت الشاحن صار بعه الوضع صار بعه ما ندري الباب قريب ولا بعيد اخر ناس انا ما ودي اجري عشان لا اعرق ايوه واقرف من بدري الشاحن طبعا جماعه طيارات في طيران سعودي وهذا مسوين عروض الرحله ب 94 فكل الطيارات فل الطياره اللي بنروح له ما عليه عرض احنا وفل يلا لقينا يلا بالموت حصلنا تذاكر لي انا والمصور طبعا وضبطنا الليله صرنا جنب بعض حط رجلك يا رايد حط جري المايك نفس رب الكعبه ان شاء الله نلحق ان شاء الله ان شاء الله يا رب باذن الله حط رجلك السلام عليكم ايه سيقاني ايه سيقاني حسها مصلبه قال صارت قاسيه الطياره وين حتزيلنا ورا صار عند شنط مدري يا سلام على المطبات والفوبيا الحمد لله لحقنا الحمد لله ابشركم يا جماعه لحقنا نركب الطياره الحمد لله شوف اسمع الصوت شغل الطياره اخر ناس توقع اقول الحمد لله الحمد لله انه وصلنا
اي والله الحمد لله. اقول الحمد لله مره والله الحمد لله. تموت ايه حتى كيف عليك؟ كله تمام؟ لا انا تعبت من الان الرطوبه كيف. الله والله مصيبه يا الله يستر الله يستر الله يستر. بس اهم شيء ركبنا الطياره الحمد لله الحمد لله. تغريده يا جماعه الخير للاهلي جينا بسم الله. الله استاهلون جمهور الاهلي. واي واحد من جمهور الاهلي مو مشترك اشترك ايوه حبه. اشترك الكل اشترك. تدري حق اوبز جاب 30,000 مشترك؟ 30 او 20,000 والله تكفون اشتراك يا جماعه. شوف شوف بقول حاجه. يقول حق اوبز جاب 30,000 الله يرحم امكم اكثر من 30,000 تكفون. اهلاوي غير اهلاوي تكفون. يبغى نولي ام الاشتراكات باذن الله. الله يسلمك يا اخي. والله حرام صد رد. ودي اجلس بجده كذا بس عشان اشوف لو ما في لو ما في فيفا كان والله جلسنا صح. ايوه اي والله في فيفا ايوه معلش يا عيال. هو يوميات هنا. انا هذا يومي هذا يوم والله في اليوم اللي انا في الفعاليات هذه وخلاص. لو انا والله ما اروح صد رد لو على جثتي ترى حتى انا. لكن مدام فيفا برجع والله مبذوذ ومبذوذ ومدري ايش وكذا. ماشي ما فتحنا باكجات. كان ودي افتح له باكج ان شاء الله. ما ادري اذا ينتهي الفيديو بعد اللي انتهى اليوم. انا بنام بنام برجع برجع انام. الحمد لله برجع انام. اسمك تقول برجع ابث مستحيل ماكينه. بس لو برجع ابث والله باذن الله نجلس باذن واحد احد. ايه لو ببث تجلس. ايوه يجلس لان انا لسه يومي هو جاني من صلاه الجمعه. انا دوبني صاحي صلاه الجمعه ومشينا. لا تخليني يدعي ان الاهلي ينهزم عشان يتنفس. تكفى 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 ان شاء الله يفوز الاهلي ان شاء الله يا رب يا كريم. اقسم بالله يا جماعه الخير اني نفسي الله يكرمكم اني كنت اخش دوره المياه قبل لا امشي. وابغى اخش دوره المياه الحين واخش من تعبان حلقي من معدوم حالتي حال يا ود. اذا سمعت صوت في الفيديو مو صوت يعني صوت اتكلم صوت من هنا انه خشمي ولا يعني مو صوت اقصد صوت لو طلع من هنا ولا حاجه. لا تعديني يا ابو عبير تكفى. اي والله لا اطلع وجهي من هنا والله. الخشم معدوم والحلق معدوم. اي احنا عند بومه الطوارئ عند صار شيء بالطياره. لا سمح الله لا سمح الله. احنا اللي بنسوي. لا بس احنا اول ناس ننجو ان شاء الله. اي انت تعرف. طيب انا عارف ازبن افتى. تعرف تسبح؟ ازبن تزبن. ايه لا سمح الله لو صار شيء في البحر. اي ما اعرف اسبح. حلو بس استغفر الله يا اخي لا تفاول. لا تفاول تراني فوبيا طيران. انا والله العظيم اني لو من هنا من الرياض الى الخرج مثلا 10 دقائق ادفع بزنس لو قلنا ب 10000 ريال ما احب اركب ورا. فوبيا الطياره هذه ما فيها بزنس. لا ان شاء الله الامور سهلات. ما احب احس بالطياره وانا ورا عشان كذا اركب قدام اهون. هذه ما فيها بزنس توقع الطياره. ما فيها بزنس. لا تصورني اذا طارت ها لان تشوف رياكشنات مي حلوه. يا جماعه رايد خايف خوفا اول مره رايد بالطريقه دي. الله يستر. دبو جانا حق ال أقول له مرايد. دبو جانا رايد مخرج خلقه. دبو جانا رجال قال أنتوا محل طواري. أنتوا بتساعدون الناس. أنتوا ساعد الناس وين ورب الكعبة لا أطب ما أعرف. لا إن شاء الله الأمور طيبة. أنا قال نقرا هذه. أنا ما قد سافرت معك قبل يا أخي. أيوة. طب ليش ما كنت خايف بالطريقة دي؟ إيش؟ ليش ما كنت خايف؟ لأن كنا بزنس حبيبي. أنا ورا ما أحب بزنس. أنا عشان ما أخاف أصير قدام ورا. عند شناط ما شفت الجنادة حقك اول. ان شاء الله سهلت باذن الله. بنقرا هذا عشان نساعد الناس. لا استغفر الله تكفى لا تفاول تكفى. السلام عليكم يا رايد. ايش حاب تقول اليوم بمناسبه السفره؟ ان شاء الله نصل بالسلامه وانا جدا متحمس. انت نفس استخدم هذه من زمان يا اخي. يا اخي شوفهم كذا في محلات اليوتيوب مال اليوتيوب حقت الباي. ما فيفا نزلت بعد الخير وان شاء الله رايد فيفا. ايوه فيفا نزلت وان شاء الله يا رب تبث. شوف العيال بث ما شاء الله. هذا صحيح لا شرط بث. هذا الاسطوره فواز قاعد يتابع فواز في فيفا. فواز اذا بث بدون نظارات. والله بدون نظارات. اوكي ما صلحت نظارتي انا امس بصمغ بالله عليك. والله العظيم كانت مكسوره. حر 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 ابن الحبايب حاطه كله عندك وانا منكتب. والله انا تعبان. انت ما حط عندي ابي واحد بس. المهم ف لازم ترى والله الكومنتات تكفى بعبير حفظ رايد على نشيد. تم والله باذن الله بطريقة لازم نحفظه. سهل والله سهل. لكن العهد والعشق والانتماء وخلفك نمضي صباح مساء لتبقى مجيدا وفخرا وعيدا وصرحا فريدا يطال السماء. أيا قلعة المجد والمجد أهلي. أيا منبع الفن والفن أهلي. سفير الوطن شموخ وفن وعبر الزمان سنمضي معا. وعبر الزمان سنمضي معا. وعبر الزمان سنمضي معا.
قشعرير قشعرير اليوم. اليوم اليوم باذن الله يا جماعه بنحاول انه نصير جنب ايش ان شاء الله. بين حلاوه النشيد انه نكون هناك صراحه والله. ايوه بس احنا هنروح المنصه هناك احلى، بس ان شاء الله بين الشوطين نروح حلاوه النشيد. بين الشوطين بنحصل اماكن يقولنا انقل يلا. لا 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 باذن الله جمهور الاهلي يرحبك باذن الله. أيوة انا يعرفون هناك يجيهم ان شاء الله. يلا ونعم ونعم ان شاء الله. اقسم بالله يا جماعه الخير خرج رايد ابو جار رجال حتى كنت بصور عشان بس ما قال كلمتين كذا على قول بسيطه. قال احنا مبلغ طوارئ ولو لا سمح الله صار شيء ولا شيء انتم باب الهند لازم تساعدونا وتقروا رسائل السعود المسؤوليه علي والله. ايوه في هنا في اشياء غير اللي عند الكراسي الثانيه عشان هذه نفس الجهه، لكن ان شاء الله مو سير شيء. لكن هذا اللي تشوف وجهه ليت مصور يا عيال والله ليت مصور. ترى انا جاني امس تعب في الصبح بعد البث 9 ساعات. انا ما اقول هذا الشيء والله ما احب اقول الكلام له اوه بامير حتى هو تعبان سافر. لا والله انا نفسي اسافر لكن لو ما ادري واضحه بالكاميرا هنا هذه حمراء حسب سكون بدايه. بس باخذ اول كنت باخذ بندول ما نطلع بدون شنو شلنا بندول واثنين في تميسي عشان يرجع يعطيك بندول هنا في عندهم ان شاء الله يا رب ما يقول لي فيزا ما ادري ايش بطاقه. لا لا بندول لكن الاهلي يستاهل العنا. أيوة يستاهل التعب. اي والله يوم كنت في مكه تعرف اني ما احس هذا الاحساس. احضر كثير لانه الاهلي بجده شط 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 ما يعتبر شيء. اما هنا في الرياض الفتره الاخيره بس احضر مباراه في الرياض، لكن هذه المباراه ترى جمهور الاهلي يبون يحضروا لانه يقول لك الاهلي تعبان فنيا ساندوا الفريق يا اخي فاهم ساندوا الفريق. هذا وقت الجمهور اصلا. ايوه يب. عادي 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 بس برب الكعبه بسم الله بسم الله. عادي عادي شوف شوف الماكينه هنا من روحها. بسم الله بسم الله. لينزل نزل بله حبيبي طفن طف طف عشان ما يشوفون الجانب الاخر. اصبر 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 بسم الله حبيبي بسم الله بسم الله. انت بتفكر بالباب ما من ما ينفك من هنا مو باب سياره من هنا ينفك من القهر. ام بتفك الباب وتودع بسم الله. حبيبي انت ما تحس لا والله انك خايف بس انك انت مسوي انا وش ذا. لا لا انت مسافر معاهم في اوروبا ولا مش مسافر؟ ايه ان شاء الله. تمزح والله الله يعينك. ليه؟ طيارة خاصة الله يعينك. لا لا ورب الكعبة الله يعينك. انا قد جربت طيارة خاصة بس في السعودية بس اوروبا ما جربت. والله الله يعينكم اذا انت من جد بهذا الخوف الله يعينكم، لان طيارة الخاصة دائما تكون صغيرة ويضرب فيها الهواء. شفت السيارة الاكسنت وما الاكسنت والسيارة هذه لما تمسك خط فيها ويجيك هواء ترى السيارة ترج مو زي مثلا السيارات الجموس ما الجموس. انت الحين بتكرهني بسفرة اوروبا ترى. انت عشان ما انت برايح بتكرهني بالسفرة. اعوذ بالله. يا جماعة انكبنا طلبنا قهوة مويه وبطاطسات وكلنا قالوا لازم فيزا. احنا معنا فيزا بس بالجوال. قالوا لا لازم بطاقة ما يمدينا ندفع ومنفسين. رايد اللي قال رايد اللي قال فك بسرعة قبل له هذا. والله كذاب رب الكعبة والله. اي طيب اقول لكم شيء ترى احراج ادري انا بموت والله. معنا كاش معنا كاش بس ما معهم صرف. معنا 500 بس ما معنا صرف. هم ما معهم صرف ما لنا دخل. شو اسوي؟ نعم 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 اقصد حبيبي اليوم بيدور خويه بالموت لقاه يوم لقاه قال ما معي فيزا. يا جماعه الكلام مو هنا، الكلام انه تجمع عليه الثلاثه الاصوات صارت عاليه الناس صارت تطالع على 40 ريال. اقسم بالله شكله صار بايخ الحين. رايد قلت على الحين مشونا ما ندري بنوريكم الحين شوف ايش يصير. ما اتوقع مشونا والله ما تمشي والله لازم تدفع. انا ما اعرف هذيك زعلان هذيك انا ما اعرف انا بغيت شوف انا بختار عبارة زي الناس وربي بغيت افصل عليها. اي لا 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 هذيك إيه؟ انتم اخذتوا قهوه غاليه انا اخذت مويه وبطاطس فانا بمشي وخليكم انتم بس ابو عبير الله يرحم والديك ما اعرف اتكلم انجليزي ولا ما معي فيزا. الله يستر خلينا نشوف بس انا حاول تصور لهم ترى عشان نشوف ايش يصير. تم صور لكم انا ونشوف ايش يصير. يا رب سهلات قرب لنا نصل جدا. عندنا 500 عنده الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. 500 مصور ايوه تقول توثق ال 500 40 اتوقع. لا 40 مع الكتكات هي شالت الكتكات خليها تجيب الكتكات. اليوم بس هذيك والله كانت زعلانه ما نعرف ليش احنا معانا كاش. صح 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 ترى هو اللي قال فكوا الاكل قبل لا عشان ما لا والله لا والله 400 حلو باقي 60 باقي 60 واثنين كتكات باقي 60 واثنين كتكات
لايك واشتراك الله يعافيك. يا ولد والله صوتها عالي فظيع. نفسي خلاص صار وجهي بارد ترى لما شفتك كذا. بس ايش؟ خش مريال. خش مريال خليهم ايش هذا؟ ما ناكل شيء بلاش. لا هذيك الجوية اللي هناك اللي تجي والله. زعلتني والله. لا لا لا. والله زعلتني زعلتني بشكل مو طبيعي. لازم يكون الاحترام. ايوه والله المفروض يكون محترمين معنا. ايوه يعني احنا ما سوينا فيهم مقلب. احنا من جد طلبنا قلنا له معنا كاش. معنا كاش يب. هذا الكلام هم قالوا يا كاش يا فيزا. ايه تقول لي قلت له طب شوفي وريتها صوره خويي بالله شوفي عشان قدام الناس كذا احراج وكل الناس هنا تعرفني ما تعرفني. قلت تكون بنفسك وطالع. قلت له طب يعني بس اذا بدك تشوف بس عربين عشان اروح للجهه اللي قدام ولا للجهه اللي ورا. قم بنفسك كاش المفروض تكون معك. يلا معلم 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 رايحين الاهلي. اي رايحين الاهلي. يزعلوننا يرضينا الاهلي ان شاء الله يا رب باذن الله. الاهلي بيرضينا باذن الله. اي احد بيزعلني لا تزعلوني انا عند الطوارئ تبو. نمزح عيال هنا ما في مزح هنا في صور وكدرة. لا لا نمزح انه انت الحمد لله على السلامة. وصلنا جدة يا جماعة. رطوبة. رطوبة ايش ذا؟ رطوبة. رطوبة ألف. بس ايه دوبنا كنا بناخذ تاكسي بس افتكرنا انه نزلنا الملعب. صادق. كم نرجع؟ لازم نستعجل. لازم نستعجل السيارة. بارك انه يجينا بدري والله الحمد لله. طيب ابو عبيد رجع الليلة ولا شو الوضع؟ والله ما ادري تبغى نروح نسير مكة ووريك المدرسة حقتي القديمة ووريك الملعب اللي كنا نلعب فيه. ما ادري هو فيه الملعب ولا راح ما اعرف. شوف انا ودي صراحة وبنفس بس يا اخي والله فيفا يا رايد والله. والله فيفا. والله فيفا. الجزء الثاني. اي كلام. زي الثاني دورني وانا اخوك. الان اخذنا موتر، موتر غريب ما ادري وشو بس انه جيب. هو جيب؟ جيب جيب. جيب ما ادري وشو. جيب صيني صيني. بس يقولوا جديد وجديد وموديل السنة اهم شيء مكيف. ايوه لا صيني ترى فيه مكيف اخر حلاوة. والمنصة حقتنا وشو؟ ذهبية؟ ذهبية. يعني فيه مكيفات اخر حلاوة. يا اخي اهلي عبالي عبالي الله يسعدك يا شيخ. اي أيوة والله ما قصرت الله يبيض وجهه. يا اخي تدري اني انا احب جمهور الاهلي احسن من الاهلي. هي تعرف جمهور احب جمهور الاهلي اكثر من الاهلي. اوه معلي صدم مصوره مصور. احب جمهور الاهلي كذا حميه يخافون ما يبون يخافون على بعض. انت جاي انت حرام. لا لدرجه ايش ترى لو حاط على روح هنا في جده في يحطوا اشعارات الانديه ورا. ها لو جاك واحد قدامك اهلاوي يعرف انك اهلاوي يفك لك الخط. لا ما يعطيك انتبه وراك. ها انتبه ادعوا لي الله يوفق رايد والله. هي قول الله يرزق رايد فلوس زين. دلوا رايد بالمقطع ان شاء الله. تبغى نغبش على الوجه ولا عادي؟ لا اوكي طيب. واو يا الرطوبه. رطوبه يا لطيف يا لطيف يا لطيف. اقسم بالله كتمه يا جماعه شيء مو طبيعي. يلا القم يا رايد القم. يوميات انا دائما في المدرج حر والله. شلون بصفر الى ابو عبير ان اقول نجلس والله ما رضى ترجعني بنهبل والله شكلي بسحب عليهم اختمية بفندق هنا خمس نجوم وانام ما اقدر ارجع الرياض بموت. يا اخويا يا اخويا هي يومياتي ولا يومياتك؟ يوميتك انت يا ابو عبير بس انه مو كذا وانا لا انت جيت في لحظه نزول فيفا برجع بيت والله والله برجع بيت ورب الكعبه اذا وصلت ان شاء الله على الساعه 1 والله نطلع بس لين الصبح والله. ايش ماني معك طبعا. لا اجل بيسحب عيال والله انه بيسحب. انت ابغاك تعيش ابغاك تعيش انه عشان تعرف اني كيف اكرف انا يا اخي. هذا مو كرف هذا هذا عذاب. هذا كداد هذا صدر جده حر موت رطوبه. شوف شوف لزق لزق لزق. اي والله والله هذا هذه السياره اخذناها اسرع سياره بالعالم كذا بس خافه والله فخمه ما شاء الله فخمه والبنزين مو فل. اركب قدام اركب قدام يا ودي. شو هذه ريحتها كلها دخان وش كذاب والله ريحتها دخان. الله هذه سياره ولا طفايه؟ ايش هذا ليش كذا؟ ما ادري مدير هذا ريحه دخان مره تو ماتش. سكر دريش لا تسولف مع احد بموت حر. بسم الله سكر الشباك عيال ما جبنا ملابس عيال ايش ذا؟ ايه ها شلون كذا؟ اقسم بالله انا بوصل للمباراه شلون ما اخذ شاور شلون اركب طياره؟ عرق عرق الف والله العظيم اني اروح النادي والعب كوره ما اعرق نفس كذا. لا لا تو ماتش يا الله يا رب تيجي الشتاء اهل جده والله ضعيفين اهل جده. الله يعينكم الله يعينكم يا الله يعوضكم بالجنه ان شاء الله. يا عيال الاكزيت فين ترى دائما نحوس في المواقف دي حقت ال ما ادري ما ادري بس احس بينا حلاق وبينا معصوب والله يبغى الاحلاق. ما دام احنا الحين ماخذين منصه وذهبيه على طول ندخل ما في زحمه. يب يب الذهبيه والفضيه تقريبا نفس الشيء. احنا كنا بناخذ يا جماعه الخير فضيه لانها احلى المشاهد. قابلنا واحد الاوي عبال ممكن تعرفوه كثير الله يعطيه العافيه لزم لزم اخذنا الذهبيه. اي والله شكرا الله يبيض وجهك يرحم والديك ما قصر
نقول نبي الفضية، يقول لا والله أنتم ذهبية. قلت ما ردك. يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا فين القزت فين أيوة لا لا حلو 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 يلا 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 اسمع أول شيء معصوب والله والله معصوب السلطان الآن جوالي فين أول شيء معصوب بعدين حلاق وبعدين للملعب يا وحش إنه دقني هنا مستحيل اسمع خمسة ونص الآن يمدي 56 مباراة 56 زحام ترى اتوقع ما في زحمه ربع ساعه من هنا ادخل الان اكتب ملعب الجوهره اي ملعب الجوهره دخولك الحال ترى مو مع زحمه يلا يلا معصوب سلطان اكتب معصوب سلطان ابو عبير حيو يا اخي انا ما قدرت احفظ النشيد حقكم ابى اسجل لك الملاحظات الحين لا ابى احطه ولا ملاحظات ولا اشتري دفتر لا 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 ملاحظات ملاحظات بالدفتر شكله قدام الناس بايخ والله اي والله يلا تم يلا يلا بشين ارسل لي ملاحظات ولا اقدر القاها بجوجل تلقاها هي اكتب شيء الاهلي بس لازم نقولها معكم بإذن الله عليك. ايوه ايوه تكفى تكفى يا راي الأهلي جينا من كل مدينة تبقى في تميسي؟ لا نصحصح لك الليل ليه؟ عشان لو انه كذا طاقة ما نبزي الناس لا ما ادري بسم الله مشينا؟ انا مو طيب يلا يلا انا جاهز بسم الله توكلنا على الله يلا يلا يا رب فرح ان شاء الله يا رب يا رب نرجع بنهاية الفيديو مستنسين اي والله لانه لو انها زمن الأهلي ما ادري ايش بسوي راح تعيش يوم تعيس بالنسبة لك والله مصيبة يا رب يفوزون ان شاء الله ان شاء الله حلو 16 دقيقة الوصول 6 وربع وانت عاد يعني يبقى نص ساعة تقريبا كنا عندنا المغرب نروح نصلي هناك المغرب 100% على هذا احسنت كنا بنروح حلاق ووقفنا عشان ناخذ معصوب نشتهي رايد المعصوب بس يلا عاد الجايات ان شاء الله يا رايد لقيناه مقفل مقفل اي والله قهر الحلاق كنت بحلق قال ابو عبير انا ما ابي احلق انت بتعيش يومي ما راح ما ابي احلق عشان يقولون شوف ابو عبير مزيون ورايد لا شبه والله حتى انا ودي احدد الشنب واضبط السكسوكه اقول عطنا لا 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 تعيش يومي اذا انا قربت كذا خلاص شفت الملعب يشغلها تم عشان نعيش الجو تم يا شقيت تعيش يومي تعيش يومي نكت عليه بس والله العظيم انت بالصدق قاعد صدق صدق والله اني للان مستمتع مره حلو وهذا وانا ما شفت الجمهور يسعدني جمهور الاهلي مره يسعدني قلت شيء جمهور الاهلي قسم بالله قريبين لقلبي ما ادري ليش عشان حضرت المره الاولى ترى انت اي والله مع انه المره الاولى اللي حضرتها انا تعادل تعادل بس الكومنتات جاتك اخر حلاوه ونورتنا وحطينا صادق صادق الله يعزكم يا الهلاويه الله يعزكم اليوم بين الشوطين كذا الخطه كذا يا رب انها تضبط رايك تلثم ونروح عند الرابطه لا 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 يا رب انها تضبط مصيبه لازم اغيره يا رب انها تضبط رايي هي انا واضح كذا الحين يا ولد مو واضح والله وربي واضح بشكل مو طبيعي لانك انت تعرفني يا رب شو اسوي ابو المفروض حتى المفروض المفروض حتى ما نمشي جنب بعض كذا طب شو كذا والله لا 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 كذا هذا يقول هذا مجرب ترى ممكن يطلعوك من الملعب والله انت صادق والله ليش متلثم كذا يحسبك بتسوي مصيبه بتنزل في الملعب عشا خير لا تهاويل تهاويل للإنتاج والتعليم الله الرمز أمر جدا كذا أهلي وبحر جاك الخبر ما يعجبك أشرب بحر طول الدهر جدا كذا أهلي وبحر اللي انقهر طول العمر طول الدهر جدا كذا أهلي وبحر جدا كذا هي كذا أهلي وبحر أهلي وبحر يهو أهلي وبحر أهلي وبحر أيوة أهلي وبحر عشان ينتفع هرمون السعادة عندنا قبل الناس الملعب أسمع أسمع أنا هذا تجنني مرة أسمع أسمع يا سلام يا الأهلاوي يا سلام يا الأهلاوي لا وصلنا الملعب الحين وصلت الملعب راي ها انت وصلت محل شوف الملعب الملعب هنا تطلع برجلك شوف الملعب فوق الملعب كذا تطلع راسك موقف رايد خرافي اطلق من 6 فيت موقف منصه شيء رائع شوف الملعب هنا فوق حلوه ذي يا ولد تكفى اجل اجل هاي تحمست انا هاي والله الناس الجمهور يرحبون يا والله يسعدهم يا حبي لهم الله يسعدهم بسم الله توكلنا على الله يلا بسم الله وصلنا الملعب يا جماعه الخير حماس وشعور لا يوصف بسم الله ان شاء الله تكمل فوز الاهلي باذن الله وصلنا يا جماعه شوف هذا هذه منصه ذهبيه طبعا ها
خلينا نصلي ها؟ ايه صلاة اكل شوي في اكل شوف وراي شوف بوفيه وشغل حركات اخر رشتك اجل اجل شوف نقنق شوي بوفيه مفتوح حركات يلا نصلي نصلي هناك نصلي نتابع يلا عدوى العشق والانتماء وخلفك نمضي صباح المساء لتبقى مجيدا وفخرا وعيدا وصرحا فريدا يطار السماء أيا قلعة المجد والمجد واهلي أيا منبع الفن والفن واهلي سفير الوطن شموخ وفن وعبر الزمان سنمضي معا وعبر الزمان سنمضي معا وعبر الزمان فكم ان شاء الله مقبول والله منصورين منصورين باذن الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله فوق الاهلي ايه بالكاوي لا لا والله العظيم اول مره اسمع من ناس غير محبوب والله الله الله يستر يا عمري والله بطل خشبه يا ابوي هذا فيكتور سيموس اي كلام يا لهلاوي الله يا مال رني يا لهلاوي ولا لي قلعتكوش يا عمر الكنترول لا يا اخي لا حرام حرام شوف خفيف يا اخي درب حلو 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 هجمه حلوه والله غالي يا الاهلاوي غالي وشعارك والله متعه والله هذا هدف ها روح يا هذا هدف يا عمري يا عمري روح روح مثلث 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 عمري يا شيخ أيوة. يا عمري لا بس ركني صح لا 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 مره مره والله شوف الاعاد ما في اعاده هنا بس ما في اعاده دوري اعاده انا مليون شوف العاده فوق هنا ايوه ايوه كوع ايوه حر بموت ونقلب الله يستر الله يستر الدقيقه 10 11 الحمد لله شايف 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 الحمد لله مره مالي فوق الحمد لله لا 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 والله مالي فوق ارجع مهزوم الاهلي والله مصيبه لا لا ان شاء الله لا باذن الله باذن الله نرجع مبسوطين باذن الله ان شاء الله باذن الله سلم من المو على انت يا هي يا هي والله انت يا هي يا هي يا هي ايوه حبابا لي يا توبه هي بجر شيء اسلم 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 روح يا عمري يا سلام يا سلام يس باذن الله انا ميم سايد باذن الله انا ميم سايد يا عمري يا الله الحمد لله هذا الاهلي الحمد لله الحمد لله الحمد لله عمري يا شيخ يا سلام يا سلام يا سلام ان شاء الله مو تسلل صح مو تسلل ان شاء الله مو تسلل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عجب عجب عمري يا مجرى الثاني والثالث والرابع تو الحين 13 دقيقة 13 يا شيك البار يا شيك البار الحمد لله حلو يا رب باذن الله اهداف ان شاء الله باذن الله الاول نبي الثاني والثالث والرابع واحلى حلاوه يلا يا ربي من يقدر نروح لورايد هناك يلا يا ربي يا رب تكفى يا فيجا انا جدا مستمتع مع الجمهور يا سلام هيا شو ضيع ذي والله 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 ثبتها وحطها حطها والله حطها 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 ما الومك توني ما الومك لا 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 يا تنطرد يا سيد يا سلام
يا عمري. لا يا شيخ حرام عليك. يا عمري يا عمري يا محرز يا محرز يا مجنون على باصك. والله يا باص مجنون. والله اني حسن هذا والله. توني لا بس لا لا والله ما قصر والله. هلا هلا توني ابن الحبايب سجل لا اصيدك يا ابن. ايوه خليه يطلع خليه. نص ساعة بريك اللي هو دقيقة رايد يقول خلينا نجي في جدة خلينا نجي في جدة يا عيال اقسم بالله انها صارت خرقة. ركزوا معي بنقدم الرحلة والله ما ادري رايد يقول نجي بكرة الحين يقول قدم الرحلة اقسم بالله اليوم مو طبيعي بس الجمهور هنا يقول جمهور جدة يقولوا امس كان اهون يعني اليوم اوفر كتمة كتمة مرة عيش يوم ايه بس عيش يوم مع بابي ان شاء الله ان شاء الله من اول واخر جدة فكرة جدة حلوة والله أهل جدة أحبكم وأحب لها جمهور الأهلي إيه سلجوا اليوم الجو شعيب طبيعي شوف موية إيه والله موية ما لي ما لي يلا يلا كل شيء العيون الأهلي يهون يا حبيبي أنت يا راي أضغط بحاء يا أخي أيوة أيوة يتحمل الخطأ إيه يا أخي الله لا يوفق عدوك يا لا 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 زياد تكفى يا زياد بردون محرز هجمة. محرز ما بيلعب كذا في برود محرز ليش بالي احب حب مو طبيعي لكن ما ينفع كذا يا بعدين يناول 43 نفقع يا وحش شايب وفيه وشغل قبل الزحمه بعد الهجمه دي طلعت برا يلا كم تبى نفقع والله وشوف التلفزيون دقيقتين نقنق قبل لا يخلصون قبل تجي الزحمه يلا يلا الان نبدا نقنق نشوف وش فيه الأكل وش ما فيه هنا عصيرات أبو عبير أبو عبير كنا داخل مجلسهم كل اللي هنا يعرفهم ما شاء الله هذا شيء الحلو بالجمهور الأهلي والله يعرفون بعض هلا شرشع الليلة لا جوافة مع أكل لا ليه لا. جوافة بس يمسك البطن شويتين أنا أدري يمسك البطن أنا أعرف موية موية ونشوف هنا وش فيه يبوي هذا الحلة هنا ولا نفس اللي هنا نفس اللي هنا نفس الأهل فيه فيه أشياء يعني خذ خذ إيش هذا خذ أنت خذ هذا ايش؟ شكله اكل بحري مستحيل لا لا مو بحري مو بحري هذا شكله كفته ولحم وهذاك الدجاج شوف كيف كذا من هنا لهناك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله شغل شغل انا اشياء غريبه مشكله ما اكل اشياء غريبه انا ما اقدر ما اجرب صراحه ها؟ انت بتبي هذا اللي تبيه برجر مويه خلاص ممكن تسلل ممكن ان شاء الله ممكن تسلل ان شاء الله نتسلل لكن والله اقول لك شيء وجيهنا وجيه طيبه يوم طلعنا من الملعب جاء هدف علينا والله لا ان شاء الله باذن الله نسلل باذن الله بس ايش فين هذا ما يبي يضايق ما يبي يوريكم وجهه مو ضايق صدره يلا ما عليه باذن الله ان اهلاويه باذن الله بالفوز 3-1 ان شاء الله حاجه طيب قبل ما يحط اللقطه التحقق تحقق من هدف احتمال التسلل يا رب تسلل يا رب انا ما اكلت كثير يا جماعه اكلت نص برجر عشان المعصوب مشتي معصوب جدا جي جدا ولكن معصوب مستحيل يا رب تسلل يا رب يا رب تسلل لو سمعت صوت الجمهور يحتفل معناه تسلل والله؟ إيه لأن الملعب هنا في تأخير أبو شويتين لا شكله هدف شكله هدف 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 حسب توقع هدف للأسف إيه إيه حسبه خلاص صفر على الـ هدف صح؟ هدف حسبه دخل يلا مالي مالي نعوض إن شاء الله الشوط الثاني إن شاء الله الثاني بإذن الله دوم خرجنا نرجع طول جال هدف ما له ما له ما له ما له ان شاء الله فيها مكيف الحين بتنفس بعد شوي بنرجع الساونا الحمد لله سجل الثاني الاهلي سجل الثاني الحمد لله يلا يزن تعال تعال صور يزن يزن شلونك وش رايك باللي يقولون رايد اذا حضر الاهلي ما يفوز الاهلي ايش رايك دام رايد موجود وعبير شوف ثاني هدف الحمد لله احنا ثاني جاي رابع جاي ان شاء الله يا بعد روحي يلا يلا خلنا تعال التوب اللي عنده ايش هذا مستحيل ما يتسلل مستحيل مستحيل ما يتسلل مستحيل اوه الحمد لله راح اسبنا هذا الخط بس بس الحمد لله اكثر من لاعب متسلل صح؟ ايه كلهم متسللين الحمد لله يا رب وفق الاهلي ان شاء الله ان شاء الله يا رب الاهلي يا ولد ابو مكه قالب علي بتويتر تمزح اقسم بالله حيوان ايه رويد اذا حضروا تعادلون يهزمون الاهلي ابو مكه انت حضرت المباراه الاخيره وكلها الاهلي يا بس خليك خلاك والحين بيفوز الاهلي ان شاء الله ان شاء الله احبك امك لا يروح يا شيخ يا شيخ ذا العيب ورب البيت لا حرام عليك خطيره والله
ريال. أوه ربي ستر ربي ستر، رقم 10 اللي معظمك يخوف يخوف. بقول لكم مباراة زي كذا ايش هذا؟ والله شيء نرفز والله، يلا نفوز. هي رقم 10 ورقم 20 اللي معظمك مو طبيعيين والله. هدف 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 من سانشو، هدف هدف من سانشو اصلا، هدف من سانشو والله يركب ابوها بن ال. هدف 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 ما يحسب الاول، نفس سانشو هذا وربي اركب ابوها هدف من الاول. والله هدف والله هدف هدف من الاولى، هدف من الاولى. اي من ذا الحين شوف صعبه المباراه الحين والله مره يا ولد. الاهلي ليه كذا ليه عشان ضيع الفرصه اللي قبل هذا، لانه سجلها 3-1 انتهى. الاهلي يحتاج لعيبه والله. ايوه والله يحتاج لعيبه يا جماعه. اوه افطنونا لا افطنوا. اي أيوة والله افزعوا لنا الشتويه ان شاء الله باذن الله. الله ياخذ ابليس يا ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله. انا واثق انه الاهلي يفوز، يسجل هدفين مستحيل. 4-2 تمكن. في شيء والله ضيع اربع فرص مستحيل. ليش مع ان ها ايش قلت انت ليش؟ لا لا وش ايش دقيقه ابن اربع فرص يا والله اربع فرص ضيعها، اربع فرص مع انه لعبها صح، لعبها صح يا ودي يا ودي. يا اخي ارحمنا يا اخي، 1000 كيلو جاي انا بموت تكفى. ما فيها شيء، تطرب بلنتي ليش؟ العب بس تطرب بلنتي ومضيع على بلة. اضغط يا اخي عن ام القرف. هي يا عمر حلوه حلوه الخير. يا الله يا اعوذ بالله الضغط. 81 فيها هدف ان شاء الله باذن الله بإذن الله فيها هدف. صح 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 اللي سواه صح اللي سواه صح. هذه ايش يا ولد؟ الله يعين الضغط والسكر والقلب. انت اليوم جربت حياة بعبير وحياة كل هلاوي الاثنين. الله يعين كل هلاوي الله يعين. كم كم لا باقي ان شاء الله. شفت الفرج قريب يا هلاوي، الفرج قريب ان شاء الله. الله يعين. تكفى يا ديميرال ولا يبنيز تكفى. تكفون يا عيال دون فاول. ايش قاعد انتظر؟ انا ماني فاهم ايش فيه ايش فيه. ايش يا اوفسايد اوفسايد لا تكفى لا اوفسايد لا لا تكفى لا انتبع ضغطي بنزل الملعب انا. ما اوفسايد ما اوفسايد ما اوفسايد ما اوفسايد ما اوفسايد ما هي بسايد ما هي بسايد ما هي بسايد ما هي بسايد ان شاء الله. لا ان شاء الله لا. فيرمينو جاء من ورا يا اخي مستحيل. يا رب هدف مستحيل. اوفسايد مو اوفسايد مستحيل مستحيل اوفسايد. شوف 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 شوف. يا رب يا رب يا كريم باذن الله هدف. صف الحط كذا يلا اخلص. هدف 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 باذن الله هدف. يا كريم يا حي يا قيوم يا رب انه هدف. هدف يا رب انه هدف. ايوه اسمع اسمع يا رب. والله تعبت. تكفى تكفى افعلها تكفى ارجوك الاهلي تعبت. يا ¡Suscríbete al canal!
شاء الله. مبروك مبروك. ايوه يا شيخ هنا سعاده سعاده سعاده. اي والله اي والله اي والله. شين مبروك حبيبي يا بعد قلبي. يا هيا رايد تكفى يا رايد يا براد. طياره الطياره ابو مكه يقول رجعوا رايد رجعوا رايد الرياض على اني وجه نحس. فزنا فاز الاهلي الحين. اعتذار الان بتويتر ولا ياسر مسليم. ياسر مسليم موجود هنا خلينا نسلم عليه. وين ياسر؟ انا برا انا برا خرجت عن جهه المواقف حقت الاعلاميين. اقول يا مرحبا مسلا نورتونا. وإذا ما انت مشترك شريك يعطيك العافيه. واو تعبت. يلا عيوني هلا سهلا سهلا. طيب ان شاء الله يلا يلا يا مرحبا. دقيقه خلينا نسلم دقيقه. وإذا ما انت مشترك اشترك يعطيك العافيه. بعد الخير الطياره بقى عليها ساعتين. يوم يومياتي صح؟ أيوة. حياتي صح؟ انا استاذنت منك يوم معبير صح؟ ايوه استاذنت منك. جابنا القادري بدون محصول. روح يا ابن الحبايب روح. ابو امير شوف اذا ما تبي عادي ترى اركب السياره. لا 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 والله ما ما محصول. لا لا مش تفضل اسمع. ايه انا اسمع معصوب مع حليب واحد ربع موزه بس. ايوه هذا الحاله تكفى حط عليه علامه. اوه هذا طلب حق ربع موزه يا جماعه معصوب. ثلاثه معصوب مع حليب كلهم. هلا 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 ايش ربع بيمطر بالاديتور. ايش ايش كيف حالك؟ طيب بسم الله عليك. بسم الله عليك. بسم الله الله. مقطع اليوم يوميات رايد. بسم الله على بركه الله. بيبدا يذلني خلاص انا ما ابي اكل. هذا يومياتك انت تسمعني. ترى انا احب بس ماني مشتهي يا اخي. انا والله مشتهي اني اجي جدة. اقول هنا المتعة والله بالله. كيف هذا ولا هذا كله نفس الشيء؟ كله نفس الشيء كله. بسم الله بشوف اللي كل الناس ها ما ادري فين هذا. بسم الله بسم الله بالله يذك. والله ان لذيذ ابو عبيد. بسم الله لما اجي الحين انت زعلان عجبك ولا ما عجبك؟ خرافي والله انه حلو. مجنون مجنون ومو بثقيل ترى. الان راجعين للرياض يا جماعه الخير. والله تعال. بس يوم جميل والله. والله مره حلو بسم الله. نهايه سعيده الحمد لله. هذا يوم ابو عبيد. طيب وش الجدول الحين انت يومك ولا شو تسوي؟ هو شوف انا كنت افكر صراحه نرجع لما راح نوصل البيت حول 1:30 2:00. ايوه كنت افكر مثل الفجر بس والله لا 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 الرجل لا لا مستحيل. لا انا دوبني بقول لك. انا بقول لك بوقف والله. بالنسبة لي هذا انت روح سيارتك وروح سيارتك. ايوه ايوه طاقة طاقة خلصت. هذا يوم ابو عبير يا جماعة. نعم. وريتكم يوم من ايامه والله يا انه كرف بس انه قاعدين قدامكم. لا بس جاء والله والله كرف لك. جاء يوم حلو سافرنا مرة رحنا جينا رجعنا فزنا ورجعنا. اي نعم. ونورتنا في البيت يا بعد روح وخدت عندنا يا حبيبي وشفت العيال. ان شاء الله انهم حتى مستانسين. والله العظيم انه يوم جدا جميل. انا استمتعت وان شاء الله انكم استمتعتوا انتم ان شاء الله. عاد عاد لا تنسون اللايك والاشتراك. اشتركوا وابشروا بالجزء اللي بعده مع شخص تحبونه انتم بعد. شكرا ابو عبير. شكرا. حساب ابو عبير تحصلونه تحت بالوصف يا جماعه. يا حبيبي الان بناخذ لنا غفوه لما نوصل. والله تعبان. السلام عليكم.